وظيفة الأنبياء إيش؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل الطيبات أشياء حلال، التعدد حلال، وإن كان الواحد عم بيقول هو خايف يقتل مرته بس حلال، ما بده يعدد أمر آخر، بس ما توصل بالحالة إنه أنت والله عم تمشي مع عقل النسويات لا توصل تقول لا التعدد محرم في الإسلام. هلا عم نسمع مين عم بيمشي بهيك، النصارى يحسدوننا على هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى قد وافق، قد خلق الرجل على فطرة فيها التعدد بالحلال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أحل لك الله هذا. بل إن الله لما علم فطرة الرجل أنه يميل إلى المرأة جعل له في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل رجل في الجنة له زوجتان. هذا غير الحواريات. طب ليه؟ أنا بدي أعرف ليه. المرأة بالآخرة شو حتقصر عليه؟ واحدة بالجنة لا حتحيض ولا حتجيها النفاس ولا حتمرض وفول أوبشن وما في أي شيء. شو المشكلة فيها؟ مع هيك اثنين غير الحرية، الشهيد له 70. أنا وصغير كنت أسأل الشيخ إنه الشهيد له 70 حورية، طب شو بده يعمل فيهم؟ يعني 70؟ قال لي بعلقهم على الحيط. يعني فتخيل الله علم فطرة الرجل إنه يميل إلى المرأة جعل له مكافأة على فطرته التعدد والنساء بالآخرة، مع أن المرأة لا تشكو لشيء ولكن فطرته تميل إلى التعدد، تميل إلى كثرة النساء. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء. بيرجع بيطلع لك الآن المشايخ اللي بدهم يرقعوا مع النسوان، الشيخ الكيوت بقى بيطلع لك لا يا أخي التعدد، نحن لسنا في زمن التعدد، لك نحن بزمن التعدد. أنا خطي الجاي ما حلق نص الموجودين هنا، أنا عارف، بس هذا الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، مو وين بناخده؟ من القرآن.